السلام عليكم. موجة هجمات وحرائق ضربت مواقع حيوية في إيران، كان أهمها استهداف موقع نطنز النووي. وتضاربت المعلومات بشأن كيفية تنفيذ الهجوم على الموقع الذي يبعد نحو 320 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران. فبينما رجح موقع ستراتفور الأمريكي وصحيفة واشنطن بوست وقوف إسرائيل وراء الهجمات، نقلت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل عما حدث في المنشأة التي تحوي أجهزة للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. وجاء في الصحيفة أن التخطيط للهجوم استمر لأكثر من عام، وأنه تم إما بزرع عبوة ناسفة أو عبر هجوم إلكتروني، ناقلة عن مسؤولين في المخابرات المركزية الأمريكية CIA أن إعادة تأهيل المنشأة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الهجوم يحتاج إلى عامين. في حين قال النائب في البرلمان الإيراني أردمشير مطهري أن الهجوم تم بطائرات مسيرة. وفي الحالتين فإنما نقلته صحيفة نيويورك تايمز من جهة، وكلام النائب الإيراني من جهة أخرى يلقيان بظلال من الشك حول تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الذي سارع إلى القول إن الهجوم لم يؤثر على عمل منشأة نطنز. واللافت أن إيران تجنبت حتى الآن اتهام جهة محددة بالوقوف وراء الهجوم، مهددة كالعادة بأنها سترد بشكل صارم وقوي إذا ما تبين لها أن انفجار موقع نطنز كان نتيجة هجوم. نطرح في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب أسئلة عن هوية من يقف وراء سلسلة الهجمات التي طالت المواقع الإيرانية وعن أهدافها. أهلا بكم. ما زالت السلطات في إيران تعيش حالة من الصدمة والحرج والعجز عن تقديم تفسيرات مقنعة لعدة انفجارات وحرائق غامضة شهدتها مواقع نووية وصاروخية وأخرى خدمية في مختلف أنحاء البلاد. يفترض أنها محاطة بأعلى درجات الحماية ضد أي محاولات اختراق، ما يعني القدرة على الوصول إلى أي مكان من الأراضي الإيرانية وفي أي وقت. سلسلة من التفجيرات والحرائق زلزلت إيران التي لم تفق بعد من أزماتها الاقتصادية والصحية في ظل تفشي فيروس كورونا، كان من أبرزها الانفجار الكبير الذي هز موقع خوجير لتصنيع المتفجرات العسكرية شرقية طهران. تلاه انفجار بمنشأة طبية تابعة لشركة تون جويان للمواد البتروكيماوية، لتأتي بعده الضربة الموجعة بالانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية بالقرب من مدينة أصفهان، والذي ألحق أضراراً فادحة بمعدات تدخل في صناعة أجهزة الطرد المركزي وتطويرها، وعطل ما لا يقل عن 50% من قدرات الموقع الإنتاجية. لتتوالى الأحداث في وتيرة متسارعة، ولعل احتراق عدة سفن في ميناء بوشهر بحسب وكالة رويترز لن يكون آخرها. ناشطون إيرانيون رجحوا أن الغرض من استهداف المواقع الاستراتيجية هو إضعاف الاقتصاد الإيراني وإجبار النظام على وقف تمويل الجماعات المسلحة وتغيير نهجه في الشرق الأوسط. بينما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين إن لدى الإدارة الأمريكية أدلة تفيد بأن إيران التي لا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين نوويين تحاول الحصول على أسلحة نووية ولا تلتزم بتعهداتها الواردة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. المرشد الإيراني علي خامنئي أقر بوجود صراع وصفه بالمزعج والمضر للرأي العام بين رؤساء السلطات في إيران، لا سيما بعد وصول فيروس كورونا لمرحلة مأساوية على حد وصفه. لكن معهد هندسون الأمريكي للدراسات قال إن مواقع الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس التابعة له تتعرضان لهجمات بسبب سلوكيات وأنشطة وكلائهما المزعزعة للاستقرار في العراق والمنطقة، في رسالة مفادها أن نظام إيران عليه أن يدرك بأن القتل بالوكالة سيكون له تكلفة. ويبدو أن إيران تشرب من ذات الكأس الذي سقت منه شعوب المنطقة من خلال دعمها للميليشيات التابعة لها في العراق واليمن وسوريا ولبنان بداعي محاربة تنظيم داعش، في الوقت الذي تعلن فيه محاربة القوات الأمريكية إلا أنها تسعى لزعزعة استقرار الدول المجاورة بحسب الخارجية الأمريكية، التي قالت إن الوقت قد حان لتحقيق العدالة للعديد من ضحايا الإرهاب المدعوم من إيران. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد عبد المجيد، الباحث في مركز الدراسات الإيرانية في أنقرة، وعبر سكايب من ستوكهولم في السويد الأستاذ نوري حمزة الكاتب الصحفي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. نبدأ معك دكتور،
يعني هذه الهجمات الكثيرة التي تعرضت لها المواقع الإيرانية، كما لو أنها كما يقال في المثل زادت في طنبور الأزمات الإيرانية نغمة، يعني هجمات في كل الأراضي الإيرانية ومواقع حيوية وحساسة، وربما رأس الأمر كان منشأة نطنز النووية. هل يجب إخضاع منطق هذه الهجمات إلى منطق الأخطاء والصدف التي يمكن أن تقع، أم إلى منطق الأيادي الخارجية التي تعمل من وراء الكواليس؟ بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. أهلا وسهلا. الحقيقة نعرف أنه في الأسابيع الأخيرة شهدت إيران العديد من التفجيرات وحوادث الحرائق. بالنظر إلى طبيعة هذه المواقع المستهدفة والتفجيرات، وبعض هذه المواقع ذات حساسية عالية، بعضها له أهمية حيوية، بعضها له أهمية نووية، والبعض بتعلق يعني الصواريخ الإيرانية. إذا نظرنا إلى طبيعة هذه المواقع المستهدفة، إضافة إلى أنها وقعت بشكل متسلسل في مدة زمنية قصيرة، هذا الأمر يصعب التصديق بأنها وقعت بشكل عرضي، ويرجح احتمال أن تكون مدبرة. أضف إلى ذلك، صحيح أن بعض المواقع ليست لها أهمية حيوية كبيرة الحقيقة، لكن هذه أيضا قد تحمل رسالة من الجهة المستهدفة بأنها قادرة على الوصول إلى أي موقع تريده داخل الأراضي الإيرانية. على الرغم من تصريح الإدارة الإيرانية بأن هذه أن الأمر عرضي وأنه غير مدبر وأنه ليس له أهمية، إلا أن من المعتقد أن إسرائيل تقف يعني أو جهات أجنبية وتحديدا إسرائيل تقف خلف هذه الهجمات، على الرغم من أن إسرائيل تنفي هذا الأمر ونفي إسرائيل. هي سكتت، لم تنفي حقيقة. عندما سئل مسؤول إسرائيلي كبير غانس وزير الدفاع، قال ليس بالضرورة أن كل ما يحدث في إيران أن إسرائيل مسؤول عنه. نعم، هذا يعني كلام عمومي. نعم، هو أمر الحقيقة يعني يترك الباب مواربا، لكنه نعم. يتماشى مع السياسة الإسرائيلية التي انتهجتها إسرائيل طيلة العقود الماضية، وهو عدم الإعلان عن استهداف يعني استهدافها لأي موقع، سواء كان في سوريا أو في العراق. ونذكر يعني في الأحداث الماضية نادرا ما تعلن إسرائيل عن استهدافها لأحد المواقع. إسرائيل عندما كما ذكرتم حضراتكم يعني لا تقول أنني لا تنفي ولا تؤكد هذا الأمر، مع التأكيد بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل خطرا على إسرائيل، وهذا الخطر يعني يستدعي تصرفا من قبلها، وأنها لن تسكت عن هذا الأمر ولن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي. أضف إلى ذلك، تخشى يعني هنا ينبغي أن نؤكد إلى أمر على أمر معين، تخشى إسرائيل من حيازة دول المنطقة لسلاح نووي، وهذا الأمر جعلها تستهدف الموقع النووي العراقي في عام 1981، إضافة إلى الموقع الكبر في سوريا عام 2007، إضافة إلى استهدافها لأجهزة الطرد المركزية الإيرانية عام 2009. 2010. نعم. وكان عبر الفيروس الذي خطط له أكثر لمدة عام، أكثر من عام. هذه زيادة على أهميتها سأعود إليها إليك لأطرحها معك. هناك رسائل يعني أريد نعم. أن أتحدث سنتحدث عن الرسائل نعم لاحقا، لكن دعني أذهب إلى ستوكهولم لأسأل أستاذ نوري. إذا ما سلمنا بمنطق أن هناك جهة خارجية ورافع، موقع ستراتفور الأمريكي الأمني الشهير يقول إن إسرائيل على الأغلب هي التي تقف وراء مثل هذه العمليات، بينما صحيفة واشنطن بوست سربت على أن هناك تحالف استراتيجي إسرائيلي أمريكي لزعزعة الاقتصاد والأمن في داخل إيران لأهداف تتعلق ربما بالنظرة إلى المنطقة بشكل عام. إذا ما سلمنا بنظرية الخارج، فمن هو برأيك الذي يقف وراء هذه الأعمال، وماذا تقرأ في طبيعة الأهداف المنتقات؟ مساء الخير. بالطبع الهدف، عفوا أنا هناك انعكاس كبير للصوت لا أستطيع أركز. نحن نسمعك بوضوح. جيد. عليه. أعتقد أنه ما حدث في إيران وتضارب الأنباء من قبل الإدارة الإيرانية، حيث هناك على سبيل المثال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث شيء، متحدث وزارة الدفاع يتحدث شيء آخر، والآخرين هكذا. هذا تعودنا على الإدارة الإيرانية في كيفية إدارة كيفية عملها في إدارة الرأي العام.
ما يقودنا إلى أن هناك الإدارة الإيرانية تعرف ماذا حدث بالضبط ولكن لا تريد الإعلان عنها. فبالطبع يعني ردا على سؤالك، أنه من توجه بضربات للمنشآت النووية وغيرها في إيران هو بالدرجة الأولى من كان طيلة السنوات الماضية متضررا من سياسات إيران الإقليمية في المنطقة من التوسع الإقليمي أو الجهات أخرى التي قد لديها تسابق حول الهجمونية حول الإحاطة لا نستطيع نسمي بالحرف الواحد دولة ما، ولكن هناك حتى بعض الأحيان وبعض الخبراء يعني تلمح إلى دول عربية مثلا، تلمح إلى السعودية والإمارات مثلا على سبيل المثال. هناك دول لديها تسابق حول الإحاطة حول طب إدارة نوري يعني كلام العائلة. جديد يعني كلام جديد، نقطة جيدة أثرتها، لكن قد يسأل المشاهد هل تملك السعودية والإمارات من القدرات على الوصول إلى منشأة حيوية وحساسة وسرية وجزء كبير منها تحت الأرض مثل نطنز؟ هذه الأهداف لست يعني مخفية على العالم اليوم، هي منذ 2000 أعتقد بعد 2003 كشفت على العام، ويوم يوم بعد الآخر تكشف المعارضة الإيرانية عن المواقع النووية والعسكرية والصاروخية وكل المنشآت الحيوية العسكرية الإيرانية. فهذه المعلومات متوفرة لدى دوائر الأمنية والأروقة الأمنية سواء في دول لدى الدول العربية ولدى الدول الأخرى الدول الكبرى والمنظمات الدولية. فهذا ليست بالأمر الصعب. والوصول إلى هذا، هناك كنت أتحدث عن، اسمح لي أكمل السؤال الأول وهو يكتمل بما جئت به من سؤال آخر. أنه من ضرب المنشآت ويضرب المواقع الحيوية الإيرانية خلال الفترة القليلة الماضية إضافة إلى هجمة الساكسنس قبل 10 سنوات، يعني فيروس الساكسنس، هو المتضرر من سياسات إيران بدرجة أولى، أو هو المتسابق في مع السياسة الإيرانية في المنطقة، أو هو المهدد من قبل سياسات إيران. فبنظرة بوليسية ننظر إلى هذا، نحلل هذا الموضوع، نرى الأطراف الدخيلة في هذه العملية قد تكون لحد ما مكشوفة. تعودنا على كما قال ضيفك الكريم على المواقف الإسرائيلية بين حين وآخر، لا تؤيد ولا تنفي أي ما يحدث في إيران، ولكن هناك بين لدى المشاهدة ومشاهدكم ومشاهديكم والرأي العام يعرف أنه قبل سنوات قليلة استهدفت إسرائيل عدد كبير من العلماء النوويين الإيرانيين. طيب. هذا معروف لدى الرأي العام. فما تأتي به هذه المواقع الأمريكية، المواقع المختصة في دراسات الشؤون الأمنية وإلى آخره، هذا هو مستخلص أو استنتاجات ما تحدث في الأروقة في واشنطن ونيويورك وجمع الأخبار لا أقل ولا أكثر. ولكن الأطراف واضحة، الأطراف طيب. اللي هم متشابكين في المنطقة هم دخيلين ربما في هذا الموضوع. يعني أنت طبعا نحت مسارا يعني مسارا جديدا في الحلقة بالحديث عن وقوف احتمال وقوف الإمارات والسعودية وراء هذا الهجوم. هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من النقاش، سأعود إليك أستاذ نوري. قبل ذلك دكتور، يعني ما زلنا في الحديث عن الجهة التي تقف وراء هذه الأعمال، هل يمكن وفي هذا السياق دعني أسألك عما إذا كان هناك إمكانية للربط بين هذه الهجمات وبين اغتيال قاسم سليماني قبل أشهر بطائرات مسيرة أمريكية، ما مدى إمكانية الربط؟ لأن هذا الربط يكشف هوية ويكشف ربما كثيرا من الأهداف. اسمح لي قبل الإجابة عن هذا السؤال أن أتحدث بالأسباب التي دعت إسرائيل برأيي للقيام بهذه الهجمات في الوقت الحالي. نعرف أن إيران تخلت عن جزء من التزاماتها بالاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق، وعملت إيران على تطوير قدراتها النووية، وربما تكون إسرائيل قد توصلت إلى معلومات أن إيران قد طورت أجهزة الطرد المركزي إلى مرحلة متقدمة، وربما يكون قد يفوتها الوقت إذا تأخرت في ضرب هذه الأجهزة، خصوصا وأنها قد تنقل إلى أماكن محصنة تحت الأرض، فقررت استهدافها في الوقت الحالي منعا
ما هو أسوأ؟ ما هو أسوأ في المستقبل؟ إضافة إلى ذلك هناك بعض التقارير الحقيقة تشير إلى أن إيران أصبحت على مقربة من 6 أشهر إلى سنة من الوصول إلى قنبلة نووية بدائية. هذا الأمر الحقيقة مخيف جدا بالنسبة لإسرائيل، وقيامها بهذه العملية يأتي في سياق منع إيران من الوصول إلى الأسلحة النووية. الأمر الآخر الذي أود الإشارة إليه من ضمن الأسباب التي دعت إسرائيل إلى القيام بهذه العملية هو أن إسرائيل تدرك أن إيران تمر بمرحلة ضعف شديدة في الوقت الحالي، خصوصا بعد سياسة الحد الأقصى من الضغط التي مارستها إدارة ترامب ضد إيران، وبعد مقتل قاسم سليماني، وبعد أيضا سوء تصرف الإدارة الإيرانية في التعاطي مع أزمة كورونا في البلاد، وزعزعة ثقة الشعب الإيراني بكفاءة وقدرة النظام على إدارة هذه الأزمة. الاستهداف الحالي قد يكون بهدف يعني إثارة الشعب الإيراني ضد النظام، وهو يتلاقى مع سياسة الحد الأقصى من الضغط التي مارستها الإدارة الأمريكية. يعني إضافة إلى هذه الأعمال، عفوا دكتور، هذه الأعمال يعني أنت تراها تأتي ضمن سياق منهجي؟ هي عملية ممنهجة أمريكية إسرائيلية ممنهجة، هل أفهم هذا الكلام؟ يعني من المؤكد أن هذه العملية إن صح قيام إسرائيل بها أنها أتت بضوء أخضر من قبل الإدارة الأمريكية، لا يمكن لإسرائيل أن تفعل هذا الأمر من تلقاء نفسها. والإدارة الأمريكية وإسرائيل متأكدتان أو شبه متأكدتان من أن إيران غير قادرة على الرد ولن ترد، خصوصا في المرحلة التي تسبق الانتخابات الأمريكية، وهذا ما شجعهم على القيام بهذه العملية. بالعودة إلى سؤالك بخصوص يعني ربط الأحداث بمقتل قاسم سليماني، أنا أرى أنها يعني يجب أن نعود لسنتين مضتا حين انسحبت الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي وأعلنت عن العقوبات على النظام الإيراني، وحينها طرح الوزير بومبيو 13 شرطا على إيران للعودة للاتفاق النووي. يمكن تلخيص هذه الشروط 13 بتحول إيران إلى دولة عادية وعدم تهديدها لجيرانها، ولا سيما يعني حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وعلى الخليج العربي. إسرائيل وإسرائيل ودول الخليج، يعني دول الخليج تأتي في مراحل متأخرة، لكن ما يهم الولايات المتحدة في الدرجة الأولى هو إسرائيل. بعد ذلك رأينا أن الإدارة الإيرانية أو عفوا الإدارة الأمريكية بعد كل هذه الضغوط ربما وصلت إلى قناعة أن النظام الإيراني لم يغير سلوكه ولم يعني يستجب للمطالب الأمريكية، فقررت الانتقال إلى مرحلة جديدة في الضغط على النظام الإيراني بشن هجمات على النظام الإيراني دون الوصول إلى حرب شاملة عليه. طيب، هذا أيضا سنبحثه بعد قليل، لكن أستاذ نوري، يعني أنت ألمحت وربما صرحت أيضا أن الإمارات والسعودية ضارعتان في هذه الأعمال. ثمة سؤالان يترتبان على هذه المقاربة التي تقدمها. الأول، لماذا الآن الإمارات والسعودية قررتا أن تضربا في العمق الإيراني وهذا المستوى من الحساسية والأهمية للمواقع الإيرانية، إذا ما سلمنا بصحة هذه المقاربة؟ والسؤال الثاني هو يعني لماذا طهران تتعمد إغفال اتهام أي جهة أو دولة محددة، وهي التي عودت المراقبين أنه إذا ما عثرت شاتهم في العراق اتهمت السعودية والإمارات بالتسبب في هذا التعثر؟ بالدرجة الأولى أنا لم أصرح أن أقول السعودية أو الإمارات ضربوا الموت. أنا يعني كمحلل أقرأ الحدث، أقول أطراف الصراع واضحة في المنطقة وهناك قراءات مختلفة، لا نستطيع أن نخمن ونقول كذا دولة ضربت هذه المنشآت، ولكن يأتي الحديث في سياق التحليل على أي حال. هذا بالدرجة الأولى. ثانيا بالنسبة لسؤالكم، سكوت إيران وعدم اتهامها لطرف معين يأتي من هذا الباب، أن إيران لحد الآن للرأي العام الداخلي على الأقل ولمتابعيها ومؤيديها في المنطقة من الميليشيات ومن
طائفة معينة وناس آخرين لا تريد أن تكسر هيبتها، لا تريد أن تغلل من شأنها وقوتها وإلى آخره بين قوسين. فعلى هذا السياق إيران تحاول أن تنفي ما حدث من الخارج، أنه مدبر من الخارج، وكما تحدثوا متحدثين مختلفين إيرانيين ولو بتضارب وآخر، ولكن الرأي العام السائد في إيران أن هناك أحداث حدثت وتسببت بهذه المشاكل في المنشآت النووية، في المراكز الصاروخية وإلى آخره. فعلى هذا الباب. وأما سؤالكم الآخر تفضل، يعني لأنه سألتك يعني أنا قبل قليل عن موضوع الإمارات والسعودية وقد أجبت عنه أستاذ نوري، لكن هنا نسأل الأستاذ محمد عبد المجيد، يعني تصريح عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإماراتية عندما قال سنرد بشكل صارم وقوي إذا ما تبين لنا أن هذه الهجمات وراءها أياد خارجية، ثمة من يقول بأن إيران تبلع الموسى على الحدين، فهي لا تستطيع أن ترد الآن، هي منهكة اقتصاديا ومحاصرة، ومن جهة أخرى يجب أن يسجل موقف، فقال إذا تبين لنا سنرد. يعني هذا يوحي يحمل جوابا ضمنيا بأن الإيرانيين لن يردوا أبدا على هذا، إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية؟ الحقيقة يعني تشير التصريحات الإيرانية والتعامل الإيراني مع هذه الأحداث إلى إحباط وتخبط في يعني عند السلطات الإيرانية بخصوص تقديم إجابات مقنعة للانفجارات المتلاحقة والحرائق التي ضربت البلاد. وإذا ما أردنا يعني تقديم يعني أو بيان أسباب هذا التنصل الإيراني من اتهام جهة معينة بهذا الأمر، يمكن أن نرى عدة أسباب. من هذه الأسباب بداية أن العملية قد تكون يعني خصوصا تفجير منشأة نطنز قد يكون حدث نتيجة يعني معدات تقنية متطورة جدا وتصعب من كشف الجهة التي تقف خلفها، هذا أمر الحقيقة محتمل. الأمر الآخر أن إيران أن تدرك أن إسرائيل هي التي استهدفت منشأة نطنز وبعض المنشآت الأخرى، لكنها لا تجرؤ على اتهامها لأنها حينها ستضطر للرد وهي عاجزة عن الرد في الوقت الحالي، خصوصا وأن الشارع سيطالبها بالرد. الأمر الآخر هي أيضا لا تستطيع أن تقول أن هناك يعني ثغرة أمنية تمكن العدو من النفوذ خلالها ويعني زرع قنبلة داخل المفاعل النووي أو ركن سيارة بجانب المبنى، لأن هذا أيضا سيكسر من هيبتها، خصوصا أنها كانت تدعي أنها تملك قدرات استخباراتية وأمنية تفوق الخيال. الأمر الآخر ربما تكون إيران قد فهمت الرسالة من وراء هذه التفجيرات وآثرت عدم الإعلان عن تفاصيلها لتوظيفها سياسيا في المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. نبحث بعد الفاصل ما هي الأهداف التي يسعى من ورائها من يقف وراء هذه الهجمات لتحقيقها في الساحة الإيرانية، لكن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد.
أسعدكم الله. ما زلنا سويا في الحديث عن الهجمات التي تتعرض لها مواقع إيرانية حساسة منذ أسابيع عدة. أستاذ نوري، إلى أي مدى يمكن الحديث عن أن أهداف هذه الهجمات مثلا أو هذه الهجمات مرتبطة بملف إيران النووي، بطموحها النووي أو بمشروعها التوسعي في الإقليم في المنطقة؟ كيف يمكن الربط بين هذه الهجمات وبين هذه المسألة؟ بالضبط، يعني ما تعمله إيران على أرض الواقع بالنسبة لقضية النووي هو العمل على إنتاج القنبلة الذرية والهيدروجينية. يعني هاي منذ سنوات تعمل على هذا الشيء. لماذا تريد هذه القنبلة؟ لأنه تطمح إلى الإحاطة والهيمنة على المنطقة، وخاصة منطقة الشرق الأوسط حتى وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وهكذا القوقاز، وهكذا الضفة الغربية للخليج، وحتى تخوم الهند. هذا ما تطمح إلى إيران. لديهم تعريف خاص معين من إيران، هم يسمونها إيران الثقافية، بينما هم يطمحون إلى مشروع سياسي كبير ويتحدثون بهذا الموضوع جهارا. فدعما لهذا المشروع يحتاج السلاح، وهم يعني هم خلال بعد خروجهم من الحرب الإيرانية العراقية خرجوا جاءوا بما عمله شاه إيران سابقا، واستمروا بنفس مشروع الشاه في العمل على إنتاج قنبلة ذرية تستطيع ترفد مشروعهم في المنطقة. فهذا يعني ترابط عضو بين الشأن الأمني في هذا المشروع وبين التوسع الإيراني على أرض الواقع، على جغرافيا سياسية، على حساب دول المنطقة، كي تجعل من شعوب المنطقة أغليات لا تأثير لها في ظل الإمبراطورية بين قوسين الفارسية. هذا ما تطمح لإيران. يعني الارتباط واضح، الأدوات واضحة، وما قاموا به اليوم هو المحاولة لإنتاج القنبلة الذرية والصواريخ الباليستية وصناعة الميليشيات وصناعة الإرهاب وعدم الاستقرار المستمر في المنطقة منذ 40 عاما، هو نتيجة لهذه التفكير الذي بناه شاه إيران واستمرت عليه ما تسمى بجمهورية إيران الإسلامية. طيب أستاذ نوري، أنت تحدثت عن أن الارتباط واضح بين موضوع النووي الإيراني وسياسته التوسعية في المنطقة وبين هذه الهجمات، لكن إذا سألتك عن العامل الزمني الآن، دلالة التوقيت، هل يمكن ربطه بما تفضل به ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد عندما قال بأن هناك معلومات لدى الأمريكيين والإسرائيليين بأن إيران على مقربة من 6 أشهر أو سنة لإنتاج قنبلة ذرية بدائية كما قال ضيفنا؟ الجهات الأخرى التي تتصارع مع إيران في المنطقة، سواء كانت بعيدة مثل الولايات المتحدة أو غريبة مثل إسرائيل ودول أخرى، هؤلاء هم على أي حال متضررين من كل ما تعمله إيران في المنطقة. فبالطبع أي يعني الجانب الزمني له دوره بالضبط، ولكن يعني أينما أنت تستطيع تمسك عدوك وتستطيع ترضقه على الأرض، وهذه هي نقطة يعني امتياز وعرقلة لمشروع الطرف الآخر أو العدو. فهذا ما عمله من عمل هذه الأحداث خلال الفترات الماضية. نعم. وحسب الخبراء هناك من يتحدث عن سنة أو سنتين عرقلة مشروع إيران النووي، وهناك من يتحدث حتى أكثر من ذلك إلى 2 عقدين، والله أعلم. ولكن يعني الجانب الزمني له دوره يعني هذا واضح جدا. طيب استاذ محمد، يعني انت من انصار ان اسرائيل وامريكا تقفان وراء هذا الهجوم، واضح من كلامك، لكن الى ما يريدان ان يدفع طهران؟ ماذا يريدان من طهران عبر هذه الهجمات؟ يعني كما ذكرت في مداخلتي السابقه ان هدف الإدارة الأمريكية كان منذ البداية، منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، هو دفع إيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعقد اتفاق جديد لا يشمل فقط الملف النووي الإيراني، بل يشمل أيضا الملف الصواريخ الباليستية، إضافة إلى النفوذ الإيراني في المنطقة. ندرك أيضا أن إسرائيل غيرت سياستها في سوريا، حيث أنها يعني في حتى العام تقريبا 2015 لم تستهدف المواقع الإيرانية إلا ما ندر، لكنها بعد ذلك قررت يعني صار استهدافا منتظما. لا، من العام 2015 حتى العام 2018 تقريبا أو نهاية 2018 يمكن أن نتحدث عن استهداف
متقطع للمواقع الإيرانية بهدف إضعاف الوجود الإيراني في المنطقة، ثم انتقلت بعد ذلك مؤخرا إلى مرحلة جديدة وهي الرغبة بإخراج إيران بشكل كامل من المنطقة. والضربات الإيرانية، الضربات الإسرائيلية المتتابعة للمواقع والقواعد والميليشيات الإيرانية في المنطقة هي تثبت ما نتكلم عنه. الاتفاقية العسكرية التي عقدها النظام السوري مع النظام الإيراني في دمشق مؤخرا هي حقيقة يعني تأتي في سياق الهروب للأمام وللقفز على الغارات الإسرائيلية. والآن هناك يعني مزاعم كبيرة بأن إيران سترسل منظومة الصواريخ باور 373 أو المنظومة الأخرى الثالث من خرداد إلى النظام السوري. طبعا أنا لا أعتقد أن هذا الأمر سيتم، لأن أمريكا وإسرائيل لن يقفا مكتوفي الأيدي حيال ذلك، إضافة إلى أن روسيا الحليف إيران في سوريا هي أيضا يعني من المستبعد أن تسمح لإيران بالقيام بهذا الأمر. خلاصة الأمر أن كل هذه الأعمال، سياسة الحد الأقصى التي مارستها الإدارة الأمريكية، استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، التضييق على الميليشيات الإيرانية في العراق والمنطقة، يأتي في سياق إعادة إيران إلى حجمها الطبيعي، إلى داخل حدودها، لتصبح دولة عادية ولا تهدد يعني حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ نوري، في سياق تحليلي، هل نحن أمام هجمات، يعني إطلاق سلسلة هجمات لن تتوقف حتى تحقق الإدارة الأمريكية والإسرائيليون، إذا ما بنينا على هذا الافتراض، أهدافهم، أم هي رسائل محدودة محددة ومعينة يمكن أن توقف إذا ما حققت شيئا أو دفعت الإيران إلى شيء من التقدم في طريق الأهداف الأمريكية؟ الجواب هذا السؤال يقودنا إلى أنه لماذا إيران هكذا تتبجح على العالم؟ لماذا إيران هكذا لديها اليد الطولة في المنطقة دون رادع؟ لماذا إيران تطور سلاح يعني بشكل وآخر غير السلاح النووي، و تصنع ميليشيات في بلد آخر، وتسلم عفوا وتحتل اليمن وإلى آخره وبلدان أخرى، ولكن لا نرى صوت من العالم؟ الدليل أنه إيران ضمنيا ديفاكتو جزء لا يتجزأ من المشروع الغربي. يعني إيران كالصبي كالشاب النشيط 80 مليون نسمة، جغرافيا وسيعة، نفط وغاز وسلاح وإلى آخره، وثقافة غربية، ثقافة خارجة بعيدة عن دين المنطقة وطابع الديني والثقافي في المنطقة لحد ما. فكل هذا هو يجعل من إيران أن تكون جزء أساسي من جبهة الغرب، ولكن جغرافيا هي منقطعة عن الغرب قليلا نحو الشرق. فهذا الشيء يجعل من إيران أنه تتعامل من قبل الغرب بنوع من التدليل. هذا التدليل يقود إيران إلى هذا التبجح. فاليوم هذه الضربات حين تأتي بين حين وآخر، حين يضربون على سبيل المثال يقتلون العلماء النوويين ويضربون مراكز نووية ومراكز صاروخية وإلى آخر بين حين وآخر، هذا لا يأتي في أن إيران ترجع إلى خلف حدودها وتعود إلى طبيعتها وإلى آخره. بالعكس، يعني هذا المطلوب من إيران أن لا تطمح بالسلاح النووي فقط بالسلاح النووي. لماذا؟ لأنها تهدد أمن بعض دول المنطقة المرتبطة ارتباط عضوي بالدول العظمى الغربية لا أقل ولا أكثر. وإلا إيران يعني جزء أساسي، قاعدة غربية بامتياز، تضرب الدول العربية والدول الإسلامية من المشرق العربي، وهذا ما يرحي كثير من الدول الغربية. إيران نوعا ما بشكل دفاكتو مع الأسف متواطئة مع الغرب ضد الجغرافيا العربية. واليوم ما يحدث في الشام، ما يحدث في بلاد الشام جميعها، في اليمن، في أفغانستان، في كذا بلد عربي وإسلامي وإلى آخره، هذا بضوء أخضر من قبل الغرب. أنا أتذكر مقابلة باراك أوباما في آخر أيام حكمه مع مجلة بوليتيكو، حينها صرح وأعطى الضوء الأخضر في، لا نسيت العنوان فقط،
اصطادوا الاخضر لاحتلال اليمن وجابوا الحوثيين بعد سنوات اللي كانوا مقيمين في مدينه قوم الايرانيه، جابوهم الى اليمن هناك واحتلوا اليمن ودمروا اليمن. شوف اليوم ما يعني ما يحدث ما حدث باليمن اليوم يعني مخجل جدا للانسانيه كلها، ولكن غياب الغرب، غياب الانسانيه، غياب المنظمات الدوليه، غياب الدول العظمى من هذه المأساه التي تحدث في اليمن وسوريا ولبنان والعراق والى اخره، هذا النتيجة التواطؤ وليس نتيجه امور اخرى. طيب استاذ محمد، المسؤولون الايرانيون يقولون بان المنشاه لم تتاثر وانها تعمل، بالرغم من ان الحديث في الصحافة الغربية عن أن زرعت قنبلة أو أن هجوما إلكترونيا أحدث ضررا بالغا، ومسؤولون أمنيون كبار بحسب نيويورك تايمز في السي آي اي يقولون بأن عامين تحتاج إيران حتى تعيد إصلاحها. من يعني الجمع بين هذه الآراء المتضاربة، إلى أي مدى يمكن القول أن هناك حقيقة تضررا حقيقيا للمشروع النووي من خلال هذه الهجمات؟ يعني أنا شبه متأكد أن هناك يعني ضرر حقيقي لهذا المشروع النووي، ولا يمكن التعويل على التصريحات الإيرانية مطلقا. في قبل 3 أسابيع صرح أحد المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية، وهو معاون وزير الخارجية الإيراني ومسؤول عن دول الجوار، بأن إسرائيل لم تستهدف مواقع وقواعد إيرانية في سوريا على الإطلاق. يعني وقال بأن الهدف من هذه المزاعم الإسرائيلية هو للاستهلاك الداخلي الإسرائيلي ولإثبات أن يعني أو لتحريض الشعب الإيراني ضد النظام، نظام بلاده، وإثبات أنه عاجز. اليوم أيضا صرح مسؤول في الجيش الإيراني بأنه لم يقتل لإيران سوى 8 قتلى خلال الحرب في سوريا، خلال 9 سنوات من الحرب في سوريا. لذلك يعني الحقيقة التصريحات الإيرانية لا يمكن التعويل عليها على الإطلاق. نحن لا يعني نتكلم من فراغ حين نتكلم أن هناك يعني ضرر حقيقي أصاب هذه المفاعلات. هناك صور عبر الأقمار الصناعية، صور حقيقية يعني أظهرت تضرر مباني أساسية تستخدم في يعني تخزين أجهزة الطرد المركزية في إيران. قد لا تكون يعني لا يعني يؤخر هذا الاستهداف، يؤخر البرنامج النووي إلى فترة يعني طويلة، لكنه بالتأكيد يعني عرقل البرنامج النووي الإيراني وأثبت أيضا بالتأكيد. يعني هناك الرسالة المهمة ليس فقط للنظام الإيراني، ليس فقط للنظام الإيراني بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تسمح للنظام الإيراني بالحصول على أسلحة نووية، بل هو رسالة للشعب الإيراني أيضا بأن النظام الذي تعولون عليه، حتى لمؤيدي النظام داخل إيران، بأن النظام الذي تعولون عليه والذي تظنون أنه بالفعل يمتلك قدرات كبيرة، بأنه عاجز عن حماية منشآت يفترض أنها تحظى بتحسين كبير. نعم يعني هذه ثغرة أمنية كبيرة، وهذا أيضا يثبت أن لإيران أيادٍ في أو عفوا لإسرائيل أيادٍ في إيران يمكنها تنفيذ ما تطلبه إسرائيل. وحتى أنه إذا تكلمنا عن استهداف في يعني استهداف صاروخي لهذه المواقع، هذا يثبت أن هذه يعني هذه العناصر المرتبطة بإسرائيل داخل إيران قد عطلت أجهزة الرادار الإيرانية، وإن كانت دخلت يعني عبر طائرات مسيرة، هذا يثبت أن المنظومة الصاروخية الإيرانية التي تصرع يعني رؤوس الناس بها يعني بقدراتها أنها يعني ضعيفة جدا. هو هذه الهجمات ربما تكشف نوعا من الهلهلة، تهلهل النظام الأمني والعسكري الإيراني. الحقيقة إيران هي نمر من ورق. طيب. من ينظر إليها من الخارج يظن أنها قوية جدا، لكن من يعرفها على حقيقتها يدرك أنها مترهلة وضعيفة جدا. نمر من ورق، أريد أن أبني على هذه لأسأل الأستاذ نوري. يعني يقول ضيفنا أن إيران هي نمر من ورق، سؤالي هو هل هذه الأهداف، يعني الأهداف التي تسعى لتحقيقها أمريكا، هي البرنامج النووي الإيراني، الصواريخ البالستية، كفكفة أيادي إيران عن الدول الإقليمية وتحجيم مشروعها التوسعي، هل يمكن لمثل هذه الأهداف مصنع لمكثفات الغاز، منشأة بتروكيماويات باستثناء طبعا منشأة نطنز، هل يمكن لهذه الأهداف أن تلجم دولة مثل إيران إلا إذا كانت نميرا من ورق كما يقول ضيفنا؟
يقودنا السؤال على عقلية الإنسان الفارسي، عقلية الفارسي أنه لن يخضع إلى أي معادلة من المعادلات إلا معادلة القوة. الفارسي، أنا كبرت بالمدرسة الفارسية، وجميع من كان معنا في الأحواز ودرست في الأحواز وفي طهران وجامعة الشيء اللي نعرفه من الفارس، من الإنسان الفارسي، أن الفارسي لن يطيعك، لن يحترمك، لن يخضع للمنطق إلا أن يخاف منك، إلا أن يخشى. غير هذا ما لا يوجد أي تفاهم مع لكن الفارسي. أستاذ نوري، يعني هذا مفهوم، لكن هل هذه الأهداف أهداف متواضعة باستثناء منشأة نطنز النووية؟ الأهداف الأخرى يعني رسائل بسيطة، يعني رسائل من ورق، يعني ليست رسائل قوية بحيث أنه تلجم إيران عن سياستها ومشروعها النووي وصواريخها البالستية. قبل ذلك في مداخلة قبلية أنا أشرت على الموضوع هذا، أنه إيران جزء من جبهة الغرب، إيران الطفل المدلل اللي أصبح صبي ويافع وشاب نشيط وقوي في المنطقة وإلى آخره، ولكن أصبح متمرد. ما هدف الغرب هو إزالة هذا التمرد، هو تحجيم هذا التمرد الإيراني لا أقل ولا أكثر. إيران تريد الغرب، عفوا الغرب تريد إيران غير نووية لا أكثر ولا أقل. لا، ليس الموضوع أنه يريدون بشكل آخر يتعاملون مع إيران أن تنكسر هيبتها إلى النهاية وتخضع أمام الدول المنطقة وإلى آخره، هذا لا يريدها الغرب. فلهذا الرسائل، طبيعة الرسائل قد تكون يعني محدودة وبحجم ضرر معين وإلى آخره، هذا كله ربما يكون محسوب. نعم، طيب ضيفي هنا يريد أن يعلق على ما ذكرت، أرجو الاختصار. الحقيقة أنا أعتقد يعني أن هذه الاستهدافات إن صح أن إسرائيل تقف وراءها هي يعني لها رسائل بالغة الأهمية. نعم. خصوصا عندما ندرك أن السياسة الإيرانية كانت سابقا خلق حالة مواجهة على الحدود الإسرائيلية وتوظيف جماعات محسوبة على إيران قريبة من الحدود الإسرائيلية لإشغال إسرائيل بهذه الجماعات. طيب. وإشغالها عن إيران. نقل الآن ما حصل هو نقل المواجهة إلى الداخل الإيراني، هذا الحقيقة يثبت يعني ضعف، يعني نقلة نوعية كبيرة إن تكرر هذا الأمر، خصوصا وأن الإدارة الإيرانية وعلى رأسها خامنئي أعلن مرارا وتكرارا بأنه يقاتل في سوريا لكي لا تنتقل الحرب إلى المحافظات الإيرانية. الآن ثبت زيف هذه المزاعم وهذه. طيب أستاذ محمد، يعني حتى لا يدركنا الوقت، يعني الآن كل العقوبات الاقتصادية الأمريكية والحصار والضغط أخفق في دفع إيران إلى تغيير سياساتها، سواء بالملف النووي أو بالتوسع في الإقليم. وأرجو الاختصار في الإجابة، ما الجديد الذي ستضيفه هذه الهجمات في هذا السياق؟ أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية يعني نجحت، لا أتفق أنا مع هذا الطرح بأنها فشلت، بالعكس الإدارة الأمريكية نجحت في هذه السياسة إلى حد كبير. إيران الآن يعني تعيش في أسوأ حالاتها منذ اغتيال قاسم سليمان منذ سنتين، وتعزز هذا الأمر، ظهر على في ذروته مع اغتيال قاسم سليماني وعجزها عن الرد على يعني على هذا الأمر، وهو استهداف لثاني شخصية في إيران، وكان الرد باهتا جدا. هذا يثبت يعني عجز إيران عن الرد. أثبت أيضا، هذا مؤشر على ضعفها بالتأكيد، من مؤشرات الضعف التي شهدناها أيضا يعني بعد مقتل قاسم سليماني وفي السنتين الأخيرتين، ضعف المنظومة الصاروخية الإيرانية حين استهدفت طائرة الركاب الأوكرانية. في من مؤشرات الضعف التي شهدناها في الشهور الأخيرة استهداف بارجة إيرانية بنيران صديقة ومقتل العشرات من الجنود الإيرانيين. السياسة عملت الإدارة الأمريكية على استنزاف إيران اقتصاديا، أسبوعيا تفقد إيران مليار دولار بسبب يعني العقوبات الأمريكية. هذا الحقيقة إيران لن تتمكن من الاستمرار في هذه السياسة. ما تراهن عليه الإدارة الإيرانية حاليا هو الانتخابات الأمريكية، وتمني النفس ب سأعود إليك معذرة. أستاذ نوري، يعني سؤالي الأخير لك، هل تتفق مع ضيفنا الأستاذ محمد أن إيران وصلت إلى من الضعف إلى مرحلة
تؤهلها للخضوع للشروط الأمريكية بشأن ملفه النووي والصواريخ البالستية وتوسعها في المنطقة؟ ليس بعد، هناك ما زال أمام إيران شوط طويل. هنا إيران لديها أوراق أخرى، فتحت ملف، فتحت لها كوريدور يعني تحاول أن تشكل موضوع الصين، ولديها صفقات مع الصين مع روسيا وأخرى. فهذا الباب الشرقي اللي فتحته إيران قد ينقذها إلى فترة معينة، ويزيد ويطول من عمر النظام، ويستمر البرنامج الصاروخي والنووي توأمان. فكل هذا يبين لنا أن الصراع ما زال مستمر. إيران لم تخضع بعد، فننتظر الأيام القادمة أو الأشهر القادمة نرى كيف يتعامل الأمريكان والصينيون والروس حول هذا الملف. طيب أستاذ محمد، يعني أختم معك، إيران ليست بهذا الضعف الذي قد يفهم من كلامك. إيران أن تسيطر على قرار السياسي في العراق، لها حضور قوي جدا ونافذ في سوريا، تسيطر تقريبا على القرار في اليمن مع الحوثيين من دون مواجهة، من دون مقاومة تذكر يعني، ولبنان تحت قبضتها. يعني ما المسار الذي يمكن أن تسلكه مستقبلا كرد على هذه الهجمات، خصوصا فيما يتعلق بتوسعها وبمشروعها النووي؟ الحقيقة يعني إيران يعني تعد الأنفاس للوصول إلى الانتخابات الأمريكية، وكما ذكرت أنها تمني النفس يعني بهزيمة ترامب في الانتخابات لعقد اتفاقية جديدة مع حتى مع جون بايدن. لا مناص أمام إيران سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الإدارة الأمريكية وعقد اتفاقية جديدة. في حال وصول بايدن إلى الرئاسة الأمريكية ستكون بالتأكيد يعني سيستجيب لبعض مطالبها، لكن في حال وصول ترامب إلى كيف يستجيب إلى بعض مطالبها وهي في حال الضعف وتهاوي؟ يعني الأمر هو مقايضة، الأمر مقايضة. يعني على ما يمكن أن يقايض الأمريكيون الإيرانيين؟ بالتأكيد يعني هناك يمكن أن يقايضوها على نفوذها في المنطقة، يمكن أن يقايضوها حول مدى يعني الصواريخ البالستية. إذن النفوذ الإيراني في المنطقة ليست مسألة مهمة عند الأمريكيين؟ هو يعني ليس المسألة المهمة، المسألة المهمة هو البرنامج النووي الإيراني ومنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي. الموضوع النفوذ الإيراني في المنطقة هو مسألة تأتي في الدرجة الثانية أو الثالثة. أخذ ورد، خاضع للأخذ والرد. نعم، يأخذ يعني خاضع للأخذ والرد، خصوصا أنه إذا لم يهدد إسرائيل، هذا هو المهم بالنسبة للإدارة الأمريكية. أنا لم أقول أن إيران يعني وصلت إلى نهاية المطاف، أقول أنها تعد الأنفاس للوصول يعني في خلال الأشهر القادمة، ولن يكون أمامها بعد الانتخابات الأمريكية من طريق سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الإدارة الأمريكية وعقد اتفاقية جديدة، لأنها وصلت إلى حافة أو شارفت على الوصول إلى حافة الهاوية. وحلقتنا شارفت على نهايتها، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكر في نهايتها ضيفي الكريمين الأستاذ محمد عبد المجيد الباحث في مركز الدراسات الإيرانية في أنقرة، كان معنا هنا في الاستوديو، وعبر سكايب من ستوكهولم في السويد الأستاذ نوري حمزة الكاتب الصحفي. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، في حراسة الله تعالى.